خارج مشينا بغينا نجيبو تاكوس من الحانوت. فاش كنت راجع دابا انا في الاول رجعت للنص ديال الطريق ونسيت الزريعه، كانوا قالوا لي تارجي معاك الزريعه. من كنت راجع عن الحانوت هما كانوا طالعين من جهه الحانوت طالعين الفوق معايا في الشانطي. انا صافي ما دس من حداهم ما ديتهاش فيهم، هما مشاو وقفوا واحد القنت بقاو كيدويو مع واحد الدري. انا صافي رجعت جبت الزريعه وعاود طلعت. صافي من كنت طالع تبعوني هما بجوج، واحد تبعني من اللور وواحد بقى غادي معايا من اللور وواحد مشى من الجهه الاخرى. انا ما شفتش الاخر اللي مشى من الجهه الاخرى، بقيت حاضي مع داك اللي جاي من الجهه اللور، بقى جاي كيقرب بشويه بشويه. صافي من شفته قرب حدايا درت عنده قلت لي مالك، وصافي ويجي الاخر اللي كان جا قطع الشانطي جا شدني من اللور حط لي الموس هنايا. صافي انا من بان لي الموس الاخر بغى يجبد لي التليفون قطع لي السروال، والتليفون بقى مخشي في الجيب تقطع بحال بوشات، بقى وسطو التليفون وانا بقيت شاد التليفون بليد. ودرت عند الاخر اللي هرب مع دار لي الموس هنايا، هربت عليه وجهي وانا نتضرب هنايا. درت عنده شديته من يديه، بقى الاخر كيجرف التليفون وانا مدار مع الاخر اللي عنده الموس. من اللي حترت لي بحال هكا طحت انا وياه في الارض، من طحت انا وياه في الارض هو طاح لي الموس. انا بالي الموس طاح لي مشيت باغي نهزه، هو ناض جرى، والاخر اللي كان هو كنت مدار معاه شاد التليفون هو تلقى التليفون وجرى تبعه. ما يجيو الناس كيجريو صافي، جاو الناس هما اللي حزموا لي يدي. انا كاع ما شفت الدم في الاول، من نط وقفت بحال هكا بان لي الدم كيهود من هنايا مع الضربه هذه اللي في هذه اليد هذه. كانت مخبيه، كنت لابس فوق الجاكيطه، كيبان لي الدم هود. انا كنسحب هذه اليد هذه بانت لي مجروحه، قلت راه هي اللي واقيلا لي عمرات هذه اليد هذه بالدم. حتى جا واحد الراجل ولي هز لي هذه اليد بانت لي الضربه ديال هنا. صافي صافي داوني، جا عيطت على خويا ولي جداني السبيطار، عاد مشينا ديكلارينا في كوميساري. هادي خيط تقطعوا لي العصبات بثلاثه، هاد العصبه الاولى والثانيه والثالثه. يلا درت عمليه اليوم خيطهم لي بثلاثه، دابا راه باقي كما كتشوف دار لي القبص دابا شد لي بحال هكا، وباقي نعاود نرجع عنده يشوف شنو غايدير لي. انا كنطالب ياخذوا لي الحق ديالي من الزوج هادو. صافي هادشي اللي بغيت. انا كنقرا تلميذ، عندي البكالوريا العام ومقبل على الامتحانات، وعندي الامتحانات دابا تعرضت لهاد الواقعة اللي وقعت ليا، ما نقدرش نكتب وما عنديش كيفاش ندير. المشكلة دابا عندي في اليدين ما نقدرش نسجل. هي في الحديث فاش يلا وقفوا عليا هذوك الجوج، هما بجوج كانوا دوروني، وواحد كان كيضربني في اليدين بالموس. انا حيت بقيت شاد التليفون هو كيضرب في يديا كامله تشرقات، وانا كاع ما حسيت بها في ديك اللقطه فاش كان كيضرب. والاخر حتى هو كان حاط عليا الموس هو اللي ضربني من هنايا، ومن ضربت معايا هي فاش تجرحت انايا هنا، هي فاش تضربت الضربه هذيك. وفي اخر مطاف كنبغي نشكر كاع الشرطه القضائيه وكاع الامن اللي وقفوا معايا باش ناخذ الحق ديالي. هو جوج راه تعتقلوا دابا وصافي، راه كنطالب بالقضاء ياخذ لي الحق ديالي.